يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندما يقوم البعض بالسجود يقوم برفع إحدى قدميه على الأخرى، فهل فعله هذا جائز؟ لا، هذا ما هو جائز، لا يرفع شيء من أعضاء السجود حتى يرفع رأسه، يرفع جبهته وأنفه من الأرض، حينئذ يكون انتقل من السجود، لأن السجود بالجبهة والأنف وبقية الأعضاء تابع لها، تابع لها. ولذلك إذا عجز عن السجود بالجبهة لا يقال له اسجد على يديك وعلى ركابك، وعلى إذا عجز عن السجود بالجبهة يومي برأسه ويكفي. فالسجود الأصل أنه على الجبهة، إذلال الوجه لله عز وجل. فإذا رفع رأسه من السجود انتهى السجود، ما لا مانع أنه يرفع رجله أو يرفع. أما ما دام أن جبهته على الأرض فهو لا يزال ساجدا، لا يرفع شيء من أعضائه. نعم.